أهلا بكم شباب تانية ثانوي، هنبتدي مع بعض شرح البيولوجي فيرست ترم. هنكمل مع بعض شابتر 2 ترانسبورت ان هيومن بارت 4. بلاس سيركيوليشن بتتكون من ثلاث أجزاء: بلمونري سيركيوليشن، سيستميك سيركيوليشن، هيباتيك بورتر سيركيوليشن. أول حاجة هناخدها بلمونري سيركيوليشن، وهنا بحدد البلاد بيتحرك ازاي من الهارت عشان يوصل لللنجز، وبرضه عشان يرجع من اللنجز للهارت مرة تانية. بلمونري سيركيوليشن starts from right ventricle and ends at the left atrium. عشان يحصل حركة للبلاد من الهارت لللنجز، أول حاجة الرايت فينتيكل بيحصل له كونتراكشن. الرايت فينتيكل كاري دي أكسجينيتد بلاد، يعني بلاد معاه كربون دايكسايد. عشان يبدأ يتحرك البلاد من الرايت فينتيكل ويروح لللنجز، يبقى الترايكاسبت فالف كلوزد، لكن البلمونري فالف هو اللي نقول عليه أوبن. يبتدي يتحرك البلاد من البلمونري فالف ويدخل في البلمونري أرتري لغاية ما يوصل لللنجز. عشان انا عندي تو لانجز، يبقى لازم البلمونري ارتري هيتفرع لجزئين، كل جزء بيروح للانج. The pulmonary artery divides into two branches. Each branch goes to a lung. البلمونري ارتري في حالة دخول للانج هو التاني بيحصل له ايه؟ It branches to form several arterioles which terminate in blood capillaries. The blood capillaries spread around the alveoli. طب ليه؟ Where gas exchange takes place between them. Oxygenated blood returns through the four pulmonary veins into the left atrium. احنا قلنا اللنجز بيطلع منها two pulmonary veins، واحنا عندنا two lungs، يبقى بالتالي عندنا four pulmonary veins. يبتدي الoxygenated blood يرجع تاني للفت اتريوم عن طريق الفور pulmonary veins. Left atrium contracts so the blood passes to the left ventricle through the bicuspid valve. The function of pulmonary circulation. طبعا احنا بنعمل gas exchange بين البلد الموجود في البلد capillaries وبين السيلز اللي هي الالفيولاي الموجودة جوه اللنجز، بحيث ان الكربون دايكسايد والووتر فيبر بيبتدي يحصلهم diffuse from the blood to alveoli and the oxygen will move to the blood so the blood becomes oxygenated. Number 2 systemic circulation. It starts from left ventricle and ends at the right atrium. Pathway of the blood through systemic circulation. زي ما احنا شايفين قدامنا ان the left side of the heart contains oxygenated blood. Oxygenated blood بيتحرك من the left atrium to the left ventricle عن طريق مين؟ الميترال فالف اللي بنقول عليه bicuspid valve. في حالة دخوله للليفت فنتركل الميترال فالف ده بإيه؟ كلوزز، بيتقفل. بعد كده الليفت فنتركل بيعمل كونتراكشن، البلاد بيتحرك عن طريق إيه؟ الأورتك فالف، ومنها بيدخل للأورتا. الأرتري ده اللي بنسميه أورتا أرتري بيبتدي يتفرع، بيدينا أرتريز تانية. الأرتريز دي بتتحرك إزاي؟ Some of these arteries move upward while others move downwards. These arteries enter to the spaces between the cells. طب في الحالة دي ما تقدرش تدخل لأن حجمها كبير، فبيحصل إيه؟ إن الأرتريز then branch to form smaller and smaller arterioles which end by blood capillaries. هنا البلود كابيلز تقدر تدخل في السبيس اللي بين السيل وتبتدي تعمل exchange substance ما بين البلود الموجود جوه البلود كابيلز وبين السيلز. These capillaries spread through the tissues in spaces between the cells, transporting oxygen, water, and dissolved substance to them. هنا بيحصل عملية exchange. الأكسجين، الواتر، dissolved substance
بتبتدي تتحرك من البلاد الموجود جوه الكابيلاريز وبتوصل لغاية السيلز. في نفس الوقت يحصل تبديل تاني إن البرودكت أوف كاتابوليزم such as carbon dioxide resulting from oxidation of sugar and fats diffuse through the walls of blood capillaries and reach to the blood. يبقى إحنا عملنا تبديل الأكسجين الواتر ديزولف السبستنس دخلت من البلد للسيلز، الكربون دايكسيد بيتحرك من السيلز للبلد الموجود جوه الكابيلاريز. كده البلد بيتحول من بير ريد لدارك ريد، وده لأنه بيتحول من أكسجينيتد بلد لدي أكسجينيتد بلد. بعد كده البلد كابيلاريز كولكت to give rise to larger and larger venules and finally veins which pours their deoxygenated blood into inferior vena cava which pours the blood to the right atrium. When the right atrium is filled with blood, the walls of the right atrium contract, so the blood is forced to the right ventricle. هنا بنقول البلد ده deoxygenated يعني carry carbon dioxide، عشان يتحرك من ال right atrium لل right ventricle بيعدي عن طريق tricuspid valve. خلي بالنا من حاجة، contraction of right ventricle and contraction of left ventricle بيكونوا مع بعض في نفس الوقت، يعني بيحصل pumping of deoxygenated blood from right ventricle and pumping of oxygenated blood from left ventricle both take place at the same time. The cardiovascular system is divided into systemic and pulmonary parts. The systemic circulation carries blood from the heart to tissues of the body and then returns it to the heart. Oxygen-rich blood is pumped from the left ventricle into the ascending aorta. The aorta then makes an inverted U-turn to form the aortic arch, which gives rise to branches that supply the head, neck, and upper limbs. The aorta continues posterior to the heart as the descending aorta, which travels through the thoracic and abdominal pelvic cavities. It supplies the organs of these cavities and the lower limbs. In the systemic capillaries, oxygen is exchanged for carbon dioxide, resulting in oxygen-poor blood. The oxygen-poor blood enters the right atrium via the superior and inferior venae cavae. The pulmonary circulation carries blood from the heart to the lungs for gas exchange and then returns it to the heart. Oxygen-poor blood is pumped from the right ventricle into the pulmonary trunk. The large pulmonary trunk divides into the right and left pulmonary arteries. These arteries transport blood to the right and left lungs. In pulmonary capillaries, carbon dioxide is exchanged for oxygen. This results in oxygen-rich blood that then flows through the four pulmonary veins and enters the left atrium. Hepatic portal circulation. درسنا في unit 1 إن small intestine بتتكون من villi. بيحصل absorption للفود من الفيلاي. البلد بيوصل للفيلاي بياخد منها أمينو أسيس وجلوكوز. يبتدي يحصل بعد الابزوربشن ان البلد بيتحرك بالفود من الفيلاي عن طريق البلد كابيلاريز. طب البلد كابيلاريز وهي طالعه بيحصل لها اجريجيت تجمع بتبقى سمول فينيوز. السمول فينيوز بتتحول للارج فينيوز وفي النهايه بتوصل لغايه ما تبقى هيباتيك بورتال فين. هيباتيك بورتال فين برضه بيستقبل فينز تانيه جايه له من البنكرياس سبلين اند ستومك. في الاخر كل المكونات الموجودة في الهيباتيك بورتال فين بتدخل لغاية الليفر. الهيباتيك بورتال فين وهو داخل جوه الليفر بيبتدي يتفرع مرة تانية، بيبتدي يصغر بيبقى فينيولز، والفينيولز بتنتهي ببلاد كابيلاريز. الشكل اللي قدامنا بيوضح لي هيباتيك بورتال سيركوليشن، بيوصل لي ما بين السمول انتستين وبين الليفر ومن الليفر لغاية الهارت. بنقول إن في بلاد كابيلاريز موجودة حوالين الفيلاي الموجودة في السمول انتستين، ومنها البلد جوه الكابيلاريز بيسحب الفود بعملية الابزوربشن.
تبتدي البلاد كابلز تتجمع مع بعضيها لغاية ما تبقى هيباتيك بورتال فين، بيتحرك من خلالها البلاد بالفود وبيوصل لغاية الليفر. الهيباتيك بورتال فين هو داخل جوه الليفر بيبتدي يتقسم تاني يبقى فينيولز لغاية ما بيوصل بلاد كابيلاريز. ايه اللي بيحصل جوه الليفر؟ excess food substance which exceeds the body needs، يعني الاكل الزيادة اللي بيزيد عن حاجة الجسم بيحصل له ايه؟ filter through the capillary walls and pass to the liver where they undergo certain changes. For example، البلاد بيبقى ساحب من small intestine جلوكوز، الزيادة من الجلوكوز اللي مش محتاجها الجسم بتتحول لجلايكوجين وبتتخزن جوه الليفر. في النهاية البلاد عايز يطلع من الليفر فبيطلع من كبيرز تانية مقابلة ليه، بس الكبيرز المرة دي بيحصل لها ايه؟ تتجمع مع بعضيها بتتحول لهيباتيك فين. هيباتيك فين بقى بيطلع من الليفر وبيعمل ايه؟ بيصب كل مكوناته فين؟ في الهارت. بس هو بيدخل ازاي في الهارت؟ بيدخل في الابر بارت اوف انفيريور فينا كافا، ومنها بيدخل للرايت اتريوم اوف ذا هارت. بلاد كلوت، تجلط الدم، بيحصل امتى؟ وين ا بلاد فيزل اسكات that soon forms a clot to prevent bleeding before it leads to a shock that is followed by this. فبنلحق نعمل ايه؟ تجلط في الدم ليه؟ قبل ما بيحصل نزيف، والنزيف يؤدي الى الوفاة. The factors of blood clotting. Number one, when a blood vessel is cut, blood becomes exposed to air. اول ما بيحصل قطع في البلاد فيزلز بتبتدي البلاد يخرج بره فبيتعرض للاير، ده اول حاجة. تاني حاجة بيحصل friction، احتكاك of blood with rough surface such as damaged vessels and cells، لأن مكان الجرح اللي بيحصل، مكان القطع اللي بيحصل في blood vessels بيبقى حواليه damaged vessels، دي بتكون rough surface، فبيحصل friction بين blood مع rough surface of the vessels. mechanism of blood clotting بيتم على ثلاث مراحل. أول مرحلة بيجي blood platelets مع destroyed cells الموجودة في منطقة الإصابة بيكونوا بروتين بيسموه thromboplastin، زي ما احنا شايفين في الإكويشن blood platelets plus destroyed cells in presence of factors of clotting inside the blood form thromboplastin. المرحلة الثانية thromboplastin بيبقى ليها دور، بيعمل ايه؟ في وجود الكالسيوم مع blood clotting factor in the plasma بيجي الثرومبوبلاستين بيعمل تحويلة، بيحول البروثرومبين تو ثرومبين. البروثرومبين ده بيبقى inactive، بيتحول لثرومبين active enzyme. البروثرومبين ده بيجي منين؟ أولا ده بيتكون من الليفر by the help of vitamin K and is passed directly to the blood، فبياخد الثرومبوبلاستين ويحوله من بروثرومبين لثرومبين. Number 3 ثرومبين الأكتف إنزيم بيقوم بتحويلة الفايبرينوجين وده السولبل بروتين موجود في البلازما بيحوله إن سولبل بروتين بنسميه فايبرين زي ما احنا شايفين قدامنا في الإكويشن. نمبر 4 فايبرين بريسبيتيتس از أ نتورك أوف مايكروسكوبيك انترليسنج فايبرز، يعني بيبتدي يترسب الفايبرين وبيعمل خيوط متشابكة وبتتجمع معاهم البلاد سيلز. بيقول لك البلاد سيلز أجريجيت فورمينج كلوت which blocks the hole in the damaged blood vessels. This way make bleeding stops. Why blood doesn't clot inside blood vessels? Because number one, blood runs inside blood vessels in a normal fashion and doesn't slow down. يعني البلد بيتحرك بسرعة وبحرية جوه blood vessels وبطريقة سريعة جدا من غير ما يبطأ. Number two, لما البلاد بيتحرك بسهولة يبقى البلاد بليتلس الموجودة جوه البلاد سلايد ايزلي اند سموثلي انسايد بلاد فيزلز ويزاوت بروكن، لان لو حصل بروكن للبلاد بليتلس جوه البلاد فيزلز هتتم الخطوات اللي احنا شرحناها قبل كده وهيحصل كلوتنج انسايد بلاد فيزلز، لكن البلاد بليتلس بتمشي بسرعة من غير ما يحصل لها اي بروكن ودي حاجة كويسة. نمبر 3 presence of heparin secreted by liver. الليفر بيفرز مادة اسمها الهيبارين. الهيبارين دي بتعمل ايه؟ prevents conversion of prothrombin into thrombin، فبتمنع حدوث blood clotting inside blood vessels. lymphatic system، وده بيعتبر
تاني سيستم بيستخدم في عملية الترانسبورتيشن ان هيومن بادي بالإضافة للسيركيولاتري سيستم اللي احنا درسناه قبل كده. الليمفاتيك سيستم is considered the immune system جهاز المناعة of the body. ليه؟ Due to its ability for defense and the production of antibodies that give the body its immunity. الليمفاتيك سيستم ده بيستخدم في حماية الجسم والدفاع عنه عن طريق إنتاج الأجسام المضادة. Components of the lymphatic system. Number one, lymphatic capillaries أو بيسموها lymphatic vessels are found in large number. They work in collecting the lymph to return it into the circulatory system through the superior vena cava. يعني بتحرك من خلاله الليمف وبيرجع تاني للهارت اللي هو يعتبر جزء من السيركيولاتري سيستم، بيدخل الهارت عن طريق السوبريور فينا كافا. نمبر 2 ليمف. الليمف ده عبارة عن ايه؟ It's a fluid that filtered from the blood plasma during its passage through the blood capillaries. يعني ده بيعتبر سائل بيترشح او بيتفصل من بلازما الدم اثناء مروره فين؟ في البلاد كابيلاريز. الليمف ده بيتكون منين؟ most of the blood constituents ومعاه large number of white blood cells. number 3 lymphatic node دي بتشتغل شغل الفلترز. طب هي موجودة فين؟ at certain points along the lymphatic vessels through the lymph pass. يعني الليمف بيعدي من خلالها وهو بيتحرك. الليمف جوه lymphatic vessels لازم هيدخل جوه lymphatic node. بتعمل ايه lymphatic nodes؟ They trap and destroy the microbes by white blood cells which they produce by them. Notes. The spleen اللي بنسميه الطحال is considered one of the most important lymphatic organ in the body. زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا lymphatic system بيتكون من lymphatic vessels وموجود على طول lymphatic vessels في lymphatic nodes وموجود السبلين اللي هو يعتبر أهم أورجان عندي في الليمفاتيك سيستم. وبكده نكون خلصنا مع بعض شابتر 2. شكرا.